معكم الشاب والمؤلف أيمن حولي من ولاية الطيب ومدير دار النشر رسائل. نلتقي اليوم في معرض الوطني للكتاب المنظم من طرف لوانيل. شاركنا اليوم في هذا المعرض الوطني بطريقة مميزة بعدما كنت ككاتب. اليوم أنا الحمد لله مشارك مدير لدار رسائل النشر والتوزيع. رسائل النشر والتوزيع تحت شعار أنشر رسالتك معنا أو تحت شعار كل كتاب رسالة، لأننا نؤمن أن كل كتاب لديه رسالة لابد أن يوصلها للقراء وللجماهير وللمتابعين. لذلك نحن هنا وقد ساهمنا في إيصال العديد من رسالات يعني الكتاب الشباب. نحن نحاول دائما التعامل مع الشباب الذين لم يحظون بفرصة مواتية أو فرصة جميلة للظهور للقراء وإيصال أفكارهم مشاعرهم ورسائلهم للجميع، وإن شاء الله نكون وفقنا في هذا الشيء، وإن شاء الله ننال رضا المتابعين والقراء ونبقى دائما في خدمة الأدب والكتاب والشباب بإذن الله. شكرا.